في حالة اللواط من المرة الأولى حتى لو كان عزابي يقتل. لأنه هاي مش معركة حزب ولا معركة طائفة ولا معركة منطقة، هاي معركة مجتمعنا كله، معركة مجتمعنا مسلمين ومسيحيين. كان في غضب أفضل بعد عن العشري. الله بقتل حدن بظاهرة المصرية إلا ما دمروا. الله بقتل حدن بظاهرة المصرية إلا ما كان الشيء خراب عليه. وعندما يتم تطبيعها وعندما يسمح لهم بالزواج وعندما يمدحون ويرفع قدرهم، فاعلم بأن المجتمع قد انهار وسقط أخلاقيا. المواقف التي تنسب إلى الدولية للتربية عن الشذوذ الجنسي لا تمثل نقابة المعلمين على الإطلاق. هيدا اللون بتاعك شو هيدا؟ ها؟ ها؟ بتعرف المعلم المسلمين هيدا؟ بتعرف هيدا شو؟ حاطينه عادة؟ لأنه لما بيكون عندنا حالات زواج وبيكون كمان عندنا زواج مبكر، هذا بيحصن شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا.